يعني بدت يمكن احنا تنامي المستوى متفقين انه كانت المباراه الاولى هي ربما هي الوخزه اللي ايقظت الفريق الارجنتيني. وقدر بعد الفريق الارجنتيني بقياده الموهبه ميسي يعيد وضعه، وقدر انه يصاعد الاداء من مباراه الى مباراه. شفنا المباراه الاخرى اللي تفوق عليها على فريق بولندا 2-0، والمباراه الاخيره قدر ايضا نعم. على المنتخب المكسيكي 2-0. لكن انا ارجع هنا على الامور التحليليه، يمكن يوم احنا نسبق المباراه نعم. لذلك اقول انه شوف، انا المدرب المنتخب الارجنتيني حتى من خلال مباراه تحليل المباريات ما كان عنده اسلوب واحد مستقر انه يلعب بهذا الاسلوب. يعني كل مباراه كانت عنده طريقه لعب للمباريات. لذلك شوف، شاهدنا مباراه مع الارجنتين مع بولندا لعب ب 4-2-3-1، يعني غير الاسلوب مع الفريق الاسترالي في المباراه الاخرى لعب 4-3-3. نعم. بهولندا ايش لعب؟ خمس مدافعين. شوف هنا نركز على الفرق اللي ومرحلة الحسابات اللي احنا دائما نأكد عليها، انه الاقصاء اللا عودة، لا مو فقط اللا عودة، قراءة الفريق الخصم نعم. وتوظيف امكانيات اللاعبين اللي عندي. امام الهولنديين شوف لعب خمس مدافعين، لو نرجع للمباراة امام استراليا لعب اربع مدافعين وثلاث مهاجمين 4-3-3. لعب مع فريق بولندا كان محتاج الفوز، لعب اربع مدافعين 2 ارتكاز 2 بالنص 3 قدامهم، ولعب مهاجم واحد اللي هو الفيروس. نعم. وورا ميسي وايضا اللاعبين اللي موجودين كان دي ماريا بقته. نعم. الاسلوب اللي لعبه اخر مباراه مع الفريق الهولندي نعم. يعرف قوه الفريق الهولندي، خمس مدافعين لعب خمس مدافعين 3 بالوسط 2 نعم. للامام.